الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على طب القلوب دواها طب القلوب دواها الله الله يا الله على طب القلوب دواها طب القلوب دواها في ربيع أول الأبرك برز نور طه برز نور طه فلله ما للعين من مجهد جثلا يعثو على للحجاب اجتلاه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤاديا ما يهوى الهوى ويشاؤه بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه بحكم الولا جردت قصدي وحبذا موال أراح القلب منه ولاؤه مرضت فكان الذكر برءا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقى أحباب قلبي دواؤه أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه وهيهات أن يلقى العدول إلى الحشا سبيلا سواء مدحه وهجاؤه فؤادي بخير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه رقى بالعلا والمجد أشرف رتبة بمبداه حار الخلق كيف انتهاؤه أيا سيدي قلبي بحبك 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 بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه إذا رمت كتم الحب زادت صبابتي فسيان عندي بثه وخفاؤه أجب يا حبيب القلب دعوة شيق شكى لفح نار قد حوتها حشاؤه ومر طيفك الميمون في غفلة العدا يمر بطرف زاد فيك بكاؤه لي الله من حب تعسر وصفه ولله أمري والقضاء قضاؤه فيا ربي شرفني برؤية سيدي وعجلي صدى القلب الكثير صداؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحادي فطاب حداؤه
عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار موسى قومه أربع سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين وجعلنا من أمة سيدنا محمد سيد العالمين أحمده تعالى وأشكره وهو بالحمد والشكر قمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين
افرح بميلاد النبي وترنمي، وإذا سئلت عن الدليل فقل لهم ما في الترنم بالحبيب من مأثمي، حبي له أملي وباب سعادتي، ليس السرور بميلاد أحمد بمحرمي. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم في محفل من محافل الاحتفاء والفرح بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي لولاه ما عرفنا إسلام ولا إيمان ولا قرآن ولا خير، فبميلاده وصلنا إلى هذا الخير، فصلى الله تعالى على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب، أمر مهم تميزت به هذه الأمة الإسلامية، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من أبواب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى إخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويحتاج إلى أمر آخر مهم، ألا وهو كل من يدعو إلى أمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي عليه أن يكون أول من يفعل هذا المعروف وأول من ينتهي عن هذا المنكر. ينبغي عليه أن تتطابق أقواله مع أفعاله، فمن العيب أن يدعو إنسان إلى معروف أو إلى خير أو إلى طاعة ثم لا يكون هو القدوة في فعلها، ومن العيب أن ينهى مسلم عن منكر أو ظلم أو فساد ثم يكون هو أول من يفعل هذا المنكر. لهذا حذرنا الله عز وجل في القرآن من أن نفعل ما لا نقول أو نقول ما لا نفعل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وانظروا أيها الأحبة في هذا اللفظ الرباني: كبر مقتا عند الله. ما معنى ذلك؟ معناه أن الله تعالى من الأمور الكبيرة التي يمقتها ويكرهها ويبغضها أن تقول شيء يا مسلم يا مؤمن ثم تفعل عكسه. هذا عيب لا يرضاه الله ولا يحبه الله عز وجل. واليوم أيها الأحباب، واحد من أسباب معاناتنا سبب من أسباب مشاكلنا التي تحصل في بلادنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا أننا أصبحنا نتكلم ولا نفعل، نقول ولا نطبق. أصبح هناك تناقض بين الأقوال والأفعال.
أصبحت هناك شخصيات لكل مسلم، ربما شخصيتان كما يقول علماء النفس. أصبح عندنا انفصام في الشخصية، تجد المسلم يظهر أمام الناس بشخصية، وإذا اختفى عنهم ظهرت شخصية أخرى. إذا ظهر أمام الناس أصبح يتكلم في الخير ويدعو الناس إلى الخير ويدعو الناس إلى الطاعة، وينهى عن الفحشاء والمنكر، وينهى عن الفساد، وينهى عن المنكرات. فإذا اختفى عنهم تجده لا يفعل شيء من المعروف، وإذا اختفى عن الناس تجده يفعل المنكرات ويفعل المحرمات ويفعل المنهيات التي نهى الناس هو عنها. انفصام في الشخصية. خذوا أمثلة على ذلك، البيوت، بيوت المسلمين، بيوت المؤمنين، أولياء الأمور في البيوت، الأب، الأم، الأخ، الزوج. ربما الأب يقول لأبنائه: يا أبنائي إياكم والكذب، لا تكذبوا، وهذا أمر طيب لأن الكذب لا يحبه الله. لكنك تجد بعد ذلك أن هذا الأب بنفسه يكذب، يقول لأولاده: يا أولادي لا تنظروا إلى الحرام في التلفزيون، لا تنظروا إلى الحرام في الجوال. ثم تجد ذلك الأب بنفسه ينظر إلى الحرام في التلفزيون وفي الجوال. تجد الأم تقول لبناتها: يا بناتي لا تلبسوا الملابس الفاحشة الخليعة التي تكشف العورات. ثم تجد نفس الأم تلبس تلك الملابس العارية. تناقض بين الأقوال والأفعال. تقول الأم لبناتها: لا تتكلموا على الناس، الغيبة حرام، ما يجوز. ثم تجد هذه الأم بنفسها في مجلس النساء تتكلم على الناس. تناقض الأقوال في جهة والأفعال في جهة أخرى. تعالوا إلى المدارس، بعض المعلمين اليوم، المدرسين في المدارس، يقول لطلبته: يا طلبتي إياكم والكلام العيب، إياكم والكلام الخبيث، إياكم والكلام الحرام. ثم تجد نفس المدرس يسب ويلعن ويشتم ويأتي بالألفاظ الخادشة، يقول للطلبة: يا طلبتي عليكم بالنظافة، وهذا أمر حسن. ثم تجد نفس المدرس والمعلم يدخن الدخان، وهو أمر قذر، يخزن القات. فأين تطابق الأقوال مع الأفعال؟ حتى في مساجدنا اليوم أيها الأحباب نعاني، تجد بعض المسلمين منتظمين في الصف الأول، لا يضيعون صلاة، وهذا أمر حسن ومطلوب ويحبه الله. ثم تجد بعض هؤلاء الذين يواظبون في الصف الأول يجتمعون داخل المسجد في حلقة كلام وكلام، فينكرون المنكرات، ينكرون الظلم والفساد والكذب والغيبة، وهذا أمر طيب أن ننكر المنكر. ثم تجد أحد هؤلاء الذين جلسوا في المسجد وصلوا في الصف الأول في المسجد يخرج ويفتح محل تجارته، ثم يزيد في أسعار الناس ويظلم الناس، أو تجدهم يخرجون إلى دكة فيتكلمون على الناس. سبحان الله، أنت الذي كنت تنهى عن هذا المنكر فتفعل هذا المنكر. تناقض بين الأقوال والأفعال. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اليوم نجد بعض الناس من صفوة المجتمع ممن يتكلم في السياسة، ربما ينكر الفساد الحاصل في مؤسسات الدولة، وهذا أمر حسن أن ننكر المنكر، ننكر الفساد، ننكر الظلم. يتكلم عن المسؤول الفلاني والحاكم الفلاني والوزير الفلاني. لماذا؟ لأنه خارج السلطة،
لأنه مع المعارضة أو غيره. ثم تجد نفس الشخص هذا حينما يقلدونه سلطة، يكون رئيس أو وزير أو مأمور أو مدير أو حتى موظف، تجده أول الفاسدين، هو الذي كان ينكر الفساد ثم انتقل إلى سدة الحكم فأصبح هو الفاسد. سبحان الله، ما هذا التناقض وما هذا الخداع؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذه ليست علامات الإيمان، إنما هي علامات النفاق والعياذ بالله. تجد أحدهم يتكلم بالكلام الطيب أمام الناس، فإذا اختلى بنفسه أصبح أكبر الفاسدين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بل أعظم من ذلك أيها الأحباب، اليوم وصلت هذه الظاهرة، وصلت إلى أين؟ وصلت إلى رجال العلم، إلى طلبة العلم، إلى رجال الفتوى والدين الذين ائتمنهم الناس على دينهم. تجد أحدهم يحاضر الناس في الخير وينهى الناس عن المنكر، ثم هو بنفسه يفعل المنكرات والعياذ بالله، مع أن الله تعالى قد جعل له من العلم ما يفرق بين الحلال والحرام، لكنه أبى إلا أن يتبع الشيطان. فلا يغرنك الملابس ولا اللحى ولا العمامات ولا غير ذلك، لأن لسان الأفعال والحال أفصح من لسان المقال والعياذ بالله. تجدهم بعضهم، نحن لا نعمم، لكن تجد بعضهم يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله، وينهى الناس عن المنكر ويأتيه ويفعله. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ووصل إلى المدينة وجد في المدينة 4 أنواع من الناس. أما النوع الأول فهم المسلمون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأوس والخزرج. والنوع الثاني هم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويكرهون النبي صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثالث فهم مشركون لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الرابع فهم اليهود. وما أدراك ما اليهود؟ كانوا يعلمون أن محمد هو رسول الله، وقرأوا صفاته في التوراة في كتابهم، لكنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكبروا. لكن أحبارهم أيها الأحباب، الأحبار، علماء هؤلاء اليهود، رجال الدين عندهم، كان بعضهم قد صاهر بعض المسلمين من الأوس والخزرج، زوج بناته لأحد المسلمين، فكان هذا الحبر وهذا العالم اليهودي إذا جلس مع صهره المسلم يقول له ماذا؟ اسمع، يقول له: عليك بمحمد، اتبع محمد، لا تترك محمد، آمن بمحمد. تخيل، هذا الكافر اليهودي يقول لهذا الصهر المسلم: عليك بمحمد واثبت مع محمد، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله عز وجل، لكنه لا يؤمن. لماذا؟ لأنه يعرض عن نور الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذه رسالة لكل طالب علم، لكل شيخ، أنت تقرأ كتاب الله وتعلمت العلم، فلا تخدع الناس، وكن أول من يفعل المعروف، وكن أول من ينتهي عن المنكر.
قبل سنوات حينما ظهرت هذه ظاهرة إطلاق الرصاص في الزواجات، كنا نجلس مع بعض الآباء في المسجد، وكان أحدهم دائما الإنكار على هذه الظاهرة السيئة، إطلاق الرصاص في المناسبات في الزواجات وغيره، حتى أن بعض الناس قد أصيبوا من الرصاص الراجع، وبعض الناس انزعجوا، كبار السن والمرضى والأطفال، ظاهرة يعني سلبية وظاهرة فيها إثم. كان ينكر هذا الشخص أن الناس يطلقون الرصاص في زواجاتهم، وكلامه صحيح، هذا فساد وهذا ظلم، ما يجوز، هذا إثم. كان ينهى عن منكر. ثم سبحان الله، لما حصل الزواج في بيته، هو نفسه لما حصل الزواج في بيته أطلقوا الرصاص في زواج أولاده. فسبحان الله، كيف تنهى عن منكر ثم تفعله؟ أين القدوة؟ القدوة أيها الأحباب، اليوم نحن نفتقدها، نفتقد هذه القدوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان أسوتنا وقدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واحد من التابعين اسمه سعد الأنصاري، سعد بن هشام الأنصاري، واحد من التابعين، سأل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قال لها: يا أم المؤمنين، كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: يا سعد، اسمع هذه الإجابة، قالت له: يا سعد، أتقرأ القرآن؟ أنت تقرأ قرآن؟ قال: نعم، بلى، أقرأ قرآن. فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ما معنى خلقه القرآن؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما تنزل عليه آية فيها أمر من الأوامر إلا وفعله صلى الله عليه وسلم، ما تنزل آية فيها نهي من الله عز وجل إلا وانتهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان قدوة في كل شيء، حتى جاء في بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. وهكذا الأنبياء والصالحين وأهل التقوى والصلاح. سيدنا شعيب يقول لقومه كما جاء في القرآن: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنا لن أخالف شيء أقوله لكم، يقول لهم هكذا: إذا أمرتكم بأمر سأفعله وسأكون أول من يفعله، وإذا نهيتكم عن منكر سأكون أول من ينتهي عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. عقوبة هؤلاء الذين يقولون القول فيفعلون عكس ما يقولون جاءت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان البخاري ومسلم، عن سيدنا أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقذف في النار فتندلق أقتاب بطنه. ما معنى هذا؟ تخرج أمعاءه من بطنه من شدة الحر والعذاب، فتندلق أقتاب بطنه فيدور من شدة الألم والعذاب، فيدور كما يدور الحمار بالرحى. قال: فيجتمع حوله أهل النار فيقولون له: يا فلان، ما لك؟ نحن نعرفك في الدنيا، أنت كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يا فلان ما لك؟ كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، أنت من أهل الصلاح، في ظاهرك أنت من أهل الصلاح. قال: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. فيعذب في نار جهنم. اليوم أيها الأحباب، ما حالي وحالك يا أب، يا ولي الأمر، يا مدرس، يا مسؤول، يا شيخ، يا طالب علم، ما حالي وحالك مع الأقوال والأفعال؟ هل أقوالك تطابق أفعالك، أم هناك تناقض وخداع وغش للناس؟ الأمر بالمعروف يحتاج صدق مع الله سبحانه وتعالى. وآخر شيء قبل الختام، ربما يقول قائل: كل إنسان معرض للذنوب والمعاصي،
يقع فيها كل إنسان مهما كان إيمانه. نقول نعم نعم، كل بني آدم خطاء، لكن هناك فرق أيها الأحباب بين من يخطئ ويذنب ويرتكب معصية من المعاصي ويشعر بحسرة في قلبه، يشعر بألم في قلبه أنه ارتكب هذه المعصية، يتحسر ويندم ثم يرفع يديه إلى الله ويستغفر ويعزم أنه لا يعود إليها مرة أخرى بصدق مع الله، حتى وإن عاد بعد ذلك بالخطأ مرة أخرى يشعر بحسرة، يشعر بندم أنه عصى الله، أنه ارتكب منهيا من المنهيات، يشعر بحسرة وألم في قلبه، هذا هو الذي يغفر الله له. وهناك فرق بين هذا وبين شخص يأمر بمعروف ولا يفعله ويشعر براحة أنه لم يفعله، يقول للناس حافظوا على الصلاة ويضيع ويشعر براحة أنه ضيع، لا يشعر بحسرة ولا يشعر بألم ولا يشعر بندم ولا يستغفر، أو يرتكب ذنبا من الذنوب ينظر إلى حرام أو يأكل مال حرام أو ينم أو يغتاب أو يكذب أو يسرق أو يفسد، ثم تجده مرتاح مطمئن أنه فسد، أنه ارتكب معصية، لا يشعر حتى بالحسرة ولا بالندم. هؤلاء الذين يخادعون الله إذا جاء أمام الناس قال لهم لا تفعلوا المنكرات لا تفعلوا المعاصي، ثم هو يذهب فيفعلها براحة براحة واطمئنان، مستمتع بشهوته مستمتع بمعصيته، هذا الذي يكرهه الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف ويفعلونه، واجعلنا من الذين ينهون عن المنكر ولا يفعلونه، واجعلنا يا ربي قدوة وقادة لأولادنا وبناتنا وزوجاتنا ولقراباتنا ولأصحابنا، قدوة في الخير، قدوة في التقوى، قدوة في الطاعة، قدوة في الإخلاص لله عز وجل، قدوة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن يتقبل شهداءهم وأن يشفي جرحاهم وأن يعافي مبتلاهم وأن يطعم جائعهم وأن يؤمن خائفهم وأن ينصرهم نصرا مؤزرا على اليهود الظالمين المجرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والعفو. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على طيب القلوب دواها.